بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معكم آية من عالم آية. النهاردة بقى معادنا مع فيديو مشتريات الشهر الجديد بتاعنا بالاسعار. طبعا المشتريات بتاعتي من فتح الله ماركت. انا طبعا في يميش رمضان زي ما انتم عارفين انا كنت جايبه شوية طلبات للبيت. جبت سكر تبع خزين او يميش رمضان، كمان جبت مكرونه سباكيتي، يعني جبت ايه شويه طلبات كده للبيت من ضمن الطلبات اللي كنت محتاجاها، وشاي على ما اتذكر. يعني تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوه. النهارده بقى جبت بقيه الكماليات بتاعتي بتاعت الشهر فقط، الحاجات اللي انا محتاجاها في الشهر بتاعي. طبعا يا حبيب قلبي رمضان زيه زي اي شهر بنمشي بيه عادي خالص، ميزانية للشهر وميزانية لكل حاجة. بتقسمي الميزانية اللي انت كنت بتجيبيها للشهر، ممكن تاخدي منها الجزء اللي بنجيب بيه يميش رمضان، وده فعلا اللي انا عملته الشهر ده مع الشهر اللي فات. دكنا كده في الخباسة وفرنا من الشهر اللي فات شوية فلوس كده على الشهر ده كمان، علشان نقدر نظبط الميزانية بتاعتنا وما تخرمش مننا، ونبقى في حاجات عايزين نجيبها ومش عارفين نجيبها بسبب ان احنا اشترينا حاجات كتير ببزخ وحاجات ملهاش لازمة. فدايما بتمنى منكم ان انتوا تجيبوا الحاجات او مستلزمات بيتكم فقط، مش اي حاجه نجيبها وخلاص. لازم نسيطر على نفسنا كده في المشتريات. انا واحده من الناس بحب المشتريات جدا، ولما بخرج كده واروح بقى اجيب طلبات البيت وكده ببقى مبسوطه جدا، وبرجع بقى انا نفسيتي ومعنوياتي عاليه كده. تحس ان الستات كلهم كده بيموتوا في التسوق، انا كده من الهوايات بتاعت الستات. ربنا يا رب كده يشفينا ويعافينا من المرض الجامد ده، مرض الشراء. وكل سنه وانتم طيبين. يلا بقى ندخل كده على الفيديو بعد ما رغينا شويه حلوين كده مع بعض، عشان انتوا بتوحشوني جدا صراحه. فندخل كده بقى على الفيديو ونقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ونصلي كده على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدا كده حبيب قلبي باليمين ونقول تيمنوا كده بسم الله. اول حاجه بقى جبتها معايا هي المناديل بتاعتي بابيا. الشهر اللي فات انا كنت جايبه العبوه الكبيره جدا من مناديل المطبخ، فهي ماشيه معايا لحد دلوقتي، معايا في الشهر ده موجوده. كمان كنت جايبه لو تفتكروا اتنين من الاريال مسحوق الجل يعني بتاعي بتاع الغسيل، في واحد خلاص خلص وان شاء الله هفتح الجديد ان شاء الله الشهر ده. كمان البريل بتاعي كنت جايبه كيسين، اتنين بريل على ما اتذكر الشهر اللي فات برضو، فاستخدمت واحد والتاني لسه فتحاه تقريبا النهارده. تمام، فكده انا مش محتاجه ولا برسيل جل ولا محتاجه بريل او فيبا، يعني انا بستخدم فيبا. كمان الصابون بتاعي حبيب قلبي انا كنت جايباه في المشتريات بتاعتي مش رمضان، فبرضو ما جبتش معايا المره دي من فتح الله. فدي حاجات عندي والحمد لله جبتها المره اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. جبنا بابيا اللي هي التلات عبوات مع بعض العرض الخاص. دي حبيب قلبي 550 منديل، دي تلات طبقات جميله جدا وتحفه، ومهما احكي عنها جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا جدا. مش هتعرفوا تستخدموا حاجه تانية صراحه، يعني منديل ناعم ومش بيتقطع منك بسرعه، وكمان تلات طبقات تقيل وكويس وجميله قوي، وكمان الريحه بتاعتها قليله. انا ما بحبش الحاجه اللي ريحتها جامده جدا عشان حساسيه مناخيري وعشان الحساسيه في ابني كمان، فبحب استخدم المناديل خصوصا اللي هي السحب دي، بحب استخدمها من غير روايح خالص. يعني دي بقى حبايب قلبي كانت ب 48 جنيه بابيا الثلاثة مع بعض، هم عاملين عليها خصم 15 جنيه، يعني هي كده بعد الخصم واقفة عليا ب 33 جنيه نفس الشهر اللي فات برضو كنت جايباها بنفس السعر. تمام، كمان جبت هنا ليا جليسوليد بعد دور البرد صراحة، وشي قشر جامد قوي مش عارفة ليه، واستخدمت كريمات كتير جدا عندي وما فيش ولا واحد فيهم جاب اي نتيجة خالص، فقلت اجرب كريم جليسوليد يمكن يجيب معايا نتيجة. يعني كمان جبت هنا طبعا جليسوليد ده حبيب قلبي كان 15 جنيه. كمان جبت هنا معجون اسنان سيجنال. طبعا احنا بنغير المعجون من وقت للتاني، انا طبعا بستخدم سنسوداين اللي هو اكشن عشان حساسيه الاسنان وكده، ده بجيبه لزوجي واولادي بحب اغير لهم بقى دايما يعني.
كان عبوه ومعاها عبوه هديه 25 مللي هديه على ال 120 دي حبيب قلبي، كان سعرها ب 20 جنيه ونص. تمام. في كمان اللي هو كولجيت تقريبا، بس كان ب 18 جنيه ونص. تمام. لكن بدل ال 120 مللي كان 100 مللي فقط، وبرده عليه نفس الهديه دي، بس انا اخترت ده عشان ده 120 مللي، فده هسيبه هنا في البيت. وده طبعا برده موجود احتياطي معانا، هي عبوه صغنطوطه كده حلوه كده لو حد مسافر او كده بياخدها معاه. تمام. كمان جبت ايه بقى، ندخل بقى على الغذاء بقى. انا ما جبتش اي حاجه تانية، منظفات تانية خالص الحمد لله، كله عندي، اللي ما تلاقوهوش موجود معايا في المشتريات الحمد لله هو موجود عندي. وفي حاجات تانية انا ما بحبش اشيلها من فتح الله، زي الكلور، الحاجات دي كلها بيبقى نفس السعر، فبجيبها من جنب البيت من عندي، ما بحبش اشيل يعني تقيل. وكمان انا بجيب السايب اصلا، الكلور اللي هو المخفف، بجيب الكيلو بيقعد عندي فتره كبيره جدا، لاني انا ما بستخدمش كلور عشان طبعا الحساسيه بتاعتنا، حساسيه المناخير وروايح وكده انا مش بحبها، بستخدم الديتول، والديتول جميل جدا وبيقعد عندك فتره كبيره جدا. كمان بجيب الهاربك بيقعد عندي فتره كبيره، لما بجيب العرض اللي هم الثلاث ازايز مع بعض بيقعد عندي فتره كبيره كمان. فانا مش محتاجه اي حاجه تانية من الحاجات دي. كمان انا بستخدم حاجه ماي واي بحبها جدا، والحاجه اللي بتخلص بجيب منها تاني، بس الحمد لله كله عندي. ان شاء الله بقى نجيب في شهر رمضان عشان تنظيفات العيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين. ندخل بقى على الحاجات الخزين بقى بتاعنا كده، ونروح بقى لايه، لهلا. هلا ده حبايب قلبي يعتبر ارخص حاجه واحسن حاجه هناك في السعر يعني. دي حبايب قلبي انا جبتها الشهر اللي فات وجميله جدا صراحه، قضت معايا فتره كبيره جدا ولسه موجوده معايا ومكمله، شايفين ما شاء الله اهي، يعني تقضي فتره حلوه معاكي، فهي عجبتني عشان كده يعني. الشهر الجديد جاي والحمد لله لسه عندي برضو زيت، فقلت نجيب دي كمان نكمل معاها. طبعا ان شاء رب العالمين الشهر ده بيبقى غير اي شهر. الزيت ده حبيب قلبي انا ما بقليش بيه، الزيت ده بس انا بستخدمه في الاكل، هعمل صينيه كيك، هعمل اي حاجه محتاجه تدخل فيها زيت بستخدمه. تمام. الجبنه، فول، اي حاجه من الحاجات دي بستخدم الزيت ده. لكن طبعا ما بستخدم زيت التموين، لا بقلي بيه بس. تمام. بجيب زيت تموين ده اللي بقلي بيه. المهم حبايب قلبي دي اللي كان عليها عرض، ما كانش في حاجه تانية عليها عرض هناك خالص، يعتبر حاجات تانية بقى منتجات انا ما اعرفش صراحه جودتها او ما جربتهاش قبل كده، برده السعر مش واو او حاجه تشدك يعني. فدي كانت عليها خصم 5 جنيه، دي ب 75 جنيه، خصم 5 جنيه بقت ب 70 جنيه، 2 لتر وربع تقريبا يعني. هي 2 لتر وربع. تمام. كمان جبت هنا 3M، الولاد بقى الشهر اللي فات انا ما جبتهاش، فانا بمشيها لهم شهر وشهر كده برضو. وكمان علشان طبعا كنافه رمضان وقطايف رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فدي بحتاج النوتيلا دي عشان استخدمها يعني برضو في حلويات رمضان. سعرها دي كان كام حبيب قلبي ما عليهاش خصم، دي كانت ب 58 جنيه، دي من 3M، حلوه قوي، وسامه كمان جميله جدا جدا جدا، الاثنين حلوين جدا، وبرضو السعر يعني مش متباعد يعني. بس انا لقيت 3M فاخدتها، ما كانش في سما، لان الحاجات ما شاء الله يعني انت بتدوري على حاجات ما بتلاقيهاش اصلا يعني، الحمد لله في حاجات بتخلص من فتح الله يعني. كمان جبت بقى ايه، شويه مكرونات، طبعا احنا عارفين بقى رمضان ومكروناته بتشكلي، مكرونه بالسجق، مكرونه فرن، مكرونه حمراء، مكرونه بصوص ابيض، المهم يعني مكروناتنا بتختلف يعني. انا جبت هنا حبايب قلبي تقريبا، انا ما لقيتش اللي هي الكيلو، انا عايزه اجيب، كنت عايزه اجيب كيلوهات من اللي هي القلم اللي هي الفرن دي، مكرونه الفرن او القلم، فما لقيتش صراحه. في انواع تانية بس انا مش بحبها، فجبت مكرونه الفرن دي من حواء، انا بحب حواء طبعا، فجبت منها 5 اكياس، لان طبعا انا لو عملت صينيه مكرونه بالبشاميل بعمل كيسين مع بعض، بتقضيني يومين يعني، فجبت 4 وجبت كيس كده علشان لو حابين نعمل مكرونه عاديه حمراء كده او بالسجق في الفرن ولا حاجه. كمان جبت يبقى دي 5 اكياس، كيس المكرونه حبايب قلبي هو بنفس السعر، ما غيروهوش خالص، هو انا نسيت اكتب كمان عليه، فين المكرونه، المكرونه شوفها لكم برده في الفاتوره، ب6 جنيه ونص، ما عليهاش اي خصومات حبايب قلبي. يبقى المكرونه سعر الكيس فيها ب6 جنيه ونص، اللي هو ال 400 جرام ده. تمام. انا جبت هنا 5 فرن لان استخداماتنا ليها اكتر، وجبت كمان فرن اللي هي الميني الصغيره اللي اولاد بيحبوها هنا، وكمان جبت الصدف، وجبت بقى علشان
يعني يبقى موجودين عندي، بحبهم يبقوا موجودين، يعني مش شرط ان انا ممكن اعملهم ضروري بس بيبقوا موجودين. دي الهلالية ودي المرمرية الزغنطوطة، لازم طبعا يبقوا موجودين عندي في البيت. ساعات الولاد الغزالة بتضرب كده، عايزين كذا او عايزين كذا. وعندي في البيت بيحبوا المكرونة الولاد جدا يعني. كمان جبت هنا شعريه، كيسين من الشعريه عشان ان شاء الله يقضوا معايا الشهر. انا كنت جايبه برده المشتريات اللي فاتت كيس شعريه، فجبت المره دي اتنين لان انا فتحت التاني اصلا لان ما كانش عندي يعني. فانا بحب العلبه فيها وما عنديش احتياطي، فبجيب الاحتياطي احطه معايا في التربو بتاعي علشان يفضل معايا ان شاء الله طول الشهر. كمان جبت ايه يا ايه؟ جبت جبنه رودوس. طبعا الاكياس دي زي ما قلت لكم كلها ب 6 ونص، بره في المحلات بتتباع ب 7 دلوقتي. ما شاء الله عليهم يعني. فطبعا ربنا يا رب يرحمنا كده. حتى المكرونه طبعا حبايبي انا ما بجيبش رز، لان انا بجيب شكاره الرز الكبيره من المضرب الرز عندنا في البلد دي، حبيب قلبي بتقضي معايا فتره كبيره جدا. اخر مره انا كنت جايباها يعني لما قالوا الرز هيغلى وكده، جبتها ب 275 جنيه الشهر اللي هو ده، الشهر ده جايباها، اول الشهر ده جايباها احتياطي عندي في البيت يعني، من ضمن الحاجات اللي بتعدي علينا، فقلت اجيبها احتياطي يعني لما اللي عندي دي تخلص يبقى عندي واحده احتياطي ما دام الرز بيقولوا هيغلى. فللاسف جبتها ب 275 جنيه، ب 275 جنيه شكاره الرز اللي هي 25 كيلو، رز جميل جدا وتحفه يعني. في الفيديوهات اللي قبل كده لو تحبوا تعرفوا نوعها يعني ترجعوا لها. هنا فعشان كده انا ما بجيبش رز حبايب قلبي معايا. والسكر زي ما قلت لكم ان انا جبته في الفيديو اللي هو مشتريات يا مش رمضان. طبعا انا باخد سكر من التموين بس طبعا ما بيقضينيش لان انا عندي فرضين بس في البطاقه. جبت هنا بقى كمان حبيب قلبي جبن. الجبن دي طبعا بقى علشان ان شاء رب العالمين رمضان، انا لسه عندي علبه جبنه من الشهر اللي فات، فجبت بس اتنين علشان يقضوا معايا. وطبعا انتوا عارفين احنا بنقلل من الجبنه دي، بيبقى بقى في فول، بيض بالبسطرمه، بطاطس بيوريه، الحاجات دي يعني هي اللي بيتسحروا بيها. فانا جبت هنا علبه الجبنه رودوس دي حبيب قلبي بقت ب 18 جنيه، غليت جدا طبعا. فجبت واحده ساده وجبت واحده بالفلفل، بحبها جدا قوي طعمها حلو قوي. كمان جبنه ابو الولد اللي معرفش استغنى عنها للولاد، دي ب 16 جنيه 25 قرش، ما عليهاش اي عروض حبايب قلبي. كمان جبت هنا بقى جبنه طعمه، دي اللي هي بتاعه البرجر، بس انا جايباها هنا عشان الكوردون بلو دي حبايب قلبي ب 36 جنيه، العبوه دي فيها 12 واحده. كمان جبت هنا اطياب، انا جبت الاطياب ده ليه حبايب قلبي؟ لانه مقفول، ده حبايب قلبي لما بيتفتح بتبدا صلاحيته تنتهي، بمعنى اول ما بتفتحيه بيقعد معاكي كام يوم يعني قد ايه، مثلا اسبوع مثلا، وبيبدا يغير طعمه تمام. فانا لو جبت من اللي هو السايب لحد رمضان لحد مثلا السحور بتاعنا، فطبعا مش هيعيش معايا الفتره دي كلها. ولما بعينه في الفريزر بحس ان طعمه بيغير كده، بيتبل ميه كده، ما بيبقاش لطيف يعني. ممكن تشيليه بس تحطي ما بين كل طبقه وطبقه منديل مطبخ يعني علشان يمتص الرطوبه او الميه اللي تطلع من اللانشون. فجبت هنا اتنين، انا كنت بدور على حلواني بس ساده بس ما لقيتش، اتنسف ما كانش فيه الا بالزيتون، فجبت اطياب. اطياب كمان جودته عاليه جدا وطعمه جميل جدا. ده حبيب قلبي اللفه ربع كيلو 250 جرام، سعرها 30 جنيه. جبت اتنين عشان ان شاء رب العالمين شهر سحور رمضان. كمان جبت ايه؟ بما ان بقى دخلنا على الجبن والحاجات دي فنكمل بقيه الجبن الاول. جبت هنا جبنه رومي وسط بالوزن، تحفه جدا يعني، جميله رهيبه بجد، احسن من البطارخ دي حبايب قلبي. كان الكيلو فيها ب 98 جنيه. جبت هنا 340 جرام ب 33 جنيه و30 قرش. كمان جبت هنا لانشون اطياب بقى عشان بنتي في امتحانات والسندوتشات بتاعتها يعني وكده، هي في ازهر مع التوكل، فالحمد لله يعني احنا بنمتحن قبل رمضان، الباقي هيمتحن يعني. انا اللي اعرفه ان الامتحان بتاعتهم بتاع سنه رابعه يعني ثانويه عامه يوم 1 رمضان. الحمد لله احنا يا شيخ الازهر بقى بتاعنا ربنا يبارك فيه كده خلاها لنا يوم 27، فالحمد لله فاضلها يومين، يوم الخميس ان شاء الله، و يوم واحد فاضل لها يوم واحد وتخلص ان شاء الله. فدي الاجمالي بتاعها حبايب قلبي، ده كان الوزن بتاعه الكيلو منه ب 86 جنيه، دول 228 جرام ب 19 جنيه و60 قرش. كمان هنا جبت بسطرمه بلدي بالوزن، دي حبايب قلبي البسطرمه دي الكيلو بتاعها ب 115 جنيه، ده تقريبا 272 جرام ب 31 جنيه و30 قرش.
تمام كده خلصنا بقى الجبن وخلصنا الحاجات دي. ندخل بقى على اللبن البودر بتاعنا، لبن البودر بتاع روز جاردن، جميل جدا، جربته حلو قوي وجودته كويسه، وب 28 جنيه حلو جدا، وب 350 جرام تقريبا يعني. كمان جبت ايه يا ايه؟ جبت ملح، ما لقيتش ملح نور للاسف، فاضطريت ان انا اجيب ملح الخير، هو حلو برده مش وحش، جبت منه 5 اكياس، الكيس بجنيه يبقى دول ب 5 جنيه. كمان لو تتذكرون معايا انا كنت جايبه من ده كنت جايبه الاثنين دول معايا في مشتريات الشهر، في مشتريات البتاع اسمه ايه، مشتريات يا مش رمضان، فطبعا انا هستخدمهم كتير، طبعا استخداماتنا بتبقى كتير لان هنعمل بقى ستريبس وحاجات وفراخ كوكي ان شاء الله او كنتاكي، وكمان هنعمل بانيه وحاجات كتيره جدا وكوردون بلو، كل ده بنستخدم فيه الخلطه بتاعت الفراخ المقرمشه دي، فانا جبت كمان واحد علشان يقضي معايا. دي حبايب قلبي كانت ب9 جنيه، عليها عرض خصم جنيه وربع، فانا جبت كيس كمان يقضيني مع الكيسين بتوع المره اللي فاتت. جبت ايه تاني يا ايه؟ جبت بقى اليمامه، جبت منها اللي هي بديل الليمون، دي ب 17 جنيه حبايب قلبي، تحفه ما بقدرش استغنى عنها خالص 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 في البيت، حتى لو الليمون غالي دي معاكي، لو الليمون رخيص دي كمان معاكي، بتقضي الغرض معاكي وجميله بجد، ما اقدرش استغنى عنها صراحه في التتبيلات في كل حاجه. دي 330 مللي ب 17 جنيه حبايب قلبي. كمان جبت هنا كاتشب، طبعا انتم عارفين بقى في رمضان وكده وفي الحاجات اللي هي السبايسي وكده اللي هي المقرمشات يعني عموما بيحبوا الكاتشب، وانا عندي بيحبوا الكاتشب جدا يعني صراحه، فجبت العرض ده. العرض ده كان واحده ومعاه واحده، والله نسيت اشوفه بكام، اشوفه لكم معلش في الفاتوره. هو واحده ومعاها واحده هديه حبايب قلبي. فين فين فين؟ هاينز كاتشب ده حبيب قلبي ب 27 جنيه العرض على بعضه، خصم 3 جنيه ونص، ده ب 27.5 خصم 23.5، يبقى حبيب قلبي ده اصبح ب 24، تمام؟ يبقى العرض ده ب 24 جنيه، واحده كبيره وواحده صغيره عليها اللي هي سبايسي يعني شطه. في كمان الاقل من دي كان ب 21 جنيه عرض برضه، يعني الازازه الاصغر من دي بس كان ب 21 جنيه، فطبعا انت لما تاخدي دي اوفر معاكي. جبت ايه بقى تاني يا ايه؟ جبت للولاد ده بسكوت اللي هو اولكر بالعجوه بالبلح، بيحبوه جدا جدا جدا، ده حبايب قلبي جديد، الواحده فيه بره ب 3 جنيه، تمام؟ دول حبايب قلبي 12 واحده، 12 بسكوت يعني ب 17 جنيه. جميل جدا ومفيد جدا للولاد الصبح كده لما بياخدوه وراهم امتحان وراهم حاجه بتغير ريقها عليه كده حلو. كمان جبت هنا بيور اللي هي الشمعدان ب 25 جنيه، المفروض عليها خصم 5 جنيه اصبحت ب 20 جنيه، احنا طبعا بنحبها جدا في البيت. وبكده حبايب قلبي يكون مشترياتي خلصت النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوه حلوه كده بصلاح الحال، واشوفكم فيديوهات تانية جايه كتير يا رب، كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، ودعوه حلوه من قلبكم بصلاح الحال، واستودعكم الله الذي لا يضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.